من الأماكن المهمة جداً أنه تكون التحكم فيها بالحساسات بهدف توفير الطاقة. اللي هي الحمامات. فلما دخلت أنا السنسر شعر بوجودي، لاحظوا الإضاءة بدأت تزيد شوي شوي في المكان. لاحظ أنه فقط الإضاءة اشتغلت في القسم اللي هو المغسل، بس الأقسام الثانية من الحمام الإضاءة ما اشتغلت فيها. نفس الشيء إذا دخلت للمكان بنلاحظ أنه الإضاءة بتشتغل في المكان اللي أنا فيه بس. تمام.